واليأس من الله تعالى كفر، لأنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. هو آية 8. والأمن من الله تعالى كفر، أمين بن لعذاب خداي، إذ لا يأمن من مكر الله. ميني دقل دقل نبي واجب لبر آية كيف عشا لا يأمن مكر الله. ميني دقل ما وصيك ميني دقل أوج دقل يتي ما وصيك ولا باقر إج دقل يتي والأمن من الله تعالى كفر، لأنه لا يأمن دقل ما لا يأمن من مكر الله دي إلا القوم الخاسرون. هم يعني قال أنا في رنج بي أدبيبو بي راز آياتك يبكات علنة دنا ظاهري عقل أوابو كوكو دا متنك دا راز آياتك يدنا وتوا أو آخ متنك نيا لا يأسو يا أوج متنيا شرحة لا يأمنوا شرحة نا أبيدك واليأس من الله كفر دليلك لأنه لا يأس أو شرحة دي أوي آية هنا وتو أو شي آية هنا باو باجبو آيتك أوى لا يأمن مكر الله كو آيتك تماشاك فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أوى باباجبو أو من نبي باشا إذ لا يأمن مكر الله تعالى كش إذا قال نبي تاكا بوي راس اقتباس بلا آياتك يوقع سريع هيج نسخة كان وانين نخيل نوسع بلا زور باش فإن قيل الجزم بأن العاصي يكون في النار يأس من الله تعالى وبأن المطيع يكون في الجنة أمن من الله تعالى فيلزم أن يكون المعتزلي كافرا مطيعا أو عاصيا لأنه إما آمن أو آيس تاكا يا آمنا يا آيسا ومن قاعد أهل السنة ألا يكفر أحد من أهل القبلة قلنا دلا جزم بويك عاصي في النار أو يأسى أو جزمة وجزم بويك مطيع في الجنة أو أمنا لو يرى لازم ديك كابي معتزلي كافر بيه خوا مطيع بيه عاصي بيه شنو كان مطيع بيه أو آمينة بحسب عقيدة كيخو أقا عاصيش بيه أو آيسة على أي تقديرين ده بكافر بيه خو جزء قواعد أهل السنة شك تكفيري أهل قبلة نكري قلنا هذا ليس يائس ولا آمين لأنه على تقدير العصيان لا ييأس أن يوفقه الله تعالى للتوبة والعمل الصالح وعلى تقدير الطاعة لا يأمن أن يخذله الله فيكتسب المعاصي قلنا أو اعتقاديك كابري معتزلي هيتي أو معتزليك دار أو عقيدية نمطيعك نعاصيك يائسا نمطيعك آمينة چونك بفرض عصيانه قبلين عاصبه يأسيني لو يكروجك لروجان خوي تعالى توفيق الداب والتوبة وعمل صالح كوابو يأسي هرني وعلى تقدير مطيعج بأميني لو يكخوي تبارك وتعالى يخزو له ويليكو فيكتسب المعاصية ساكا معاصيان بكا تسب يخزو له يعني يذل له يعني شي يخزو له خزلان شي خزلان ايش شغل معناه كي اويكا دزي خويا كوميدي في نكري اي يضل له بحاشي لسان يضل له بلا لي ما ندم ده لغه نامي داتشي او وين كي بينا كنصرته واعانته يا رمتين ده مستركش خزلان وخزلانة هو يجمعنا بلى خزله هو متعدين هذا معناه هي تاكا هذا معناه هي خزله
يعني ترك نصرته وإعانته. خذل يخذلوشا، يخذله يعني يرمتين دا وليكا نقيل له. بو معنى يوليكا بشر هم نشار بطي خداي تبارك وتعالى لبشتيتي بو اكتساب خير اقا قطعي او يرمتي بو او دبتا اوا اكتسابك كيف ينكرق. وبهذا يظهر الجواب عما قيل إن المعتزلية إذا ارتكب كبيرة لزم أن يصير كافرا ليأسه من رحمة الله تعالى ولاعتقاده أنه ليس بمؤمن. وبهذا يظهر الجواب عما قيل معتزلي أجا مرتكب كبير يبو لازم ديك كافر بيه شن مأيوز دبه وشن بوخوش اعتقاده يبو كمؤمني أوش هر شبيه قصة كيف يشيا يظهر الجواب عما قيلب أو فرقي تشيدا قال قصة كيف يشيا أو قصة كيف يشيا هر أو بو لتكد جزم بفي النار بونو بفي النار بونو جزم بفي الجنة بونيا إيشان يأس إيشان فلانو معتزيلي جيا جزمي هي يا يأسي هي أوش قصة كدلتي دل معتزيلي أقا مرتكبي كبير يبو وتعاصيبو لازم دي كافر بي او هل لاني مرتكب كبير كي قلتو لاني مطيع كي نقلتو كأمن كي يرى لازم بي ويا غير قصيف يا شيء هل جنبي ارتكب كبيرة تاني قلتو او ايك دو او اشي رجل خصو كبو خوشي اعتقادي هي بمؤمن نبوني خوي كأنه هو اعتقادي خوشي دخيلة دا دو كفر نيويدا دلب بو جوابي جوابي اوش هر يظهرو چون اوش هر شبيهي او قصي بيشي چون كدلي كابراي مرتكبي كبيرا مرتكبي كبيرا شيا بلا لازم لازم دي كافر چون يأسي ايا يأسي نيا چون كأمدوار هي كروجك لروجان توبيكا فز يأسي نيا ونيا او دار اعتقادي شي هي بويك مؤمنيا او اعتقاد معناه ونيا اعتقادي هي بويك دعاج مؤمن نابيه ها زاد الله بويك جوابي اوش زهره وذلك لاننا لا نسلم ان اعتقاد استحقاقه النار يستلزم الياس وان اعتقاد عدم ايمانه المفسر بمجموع التصديق والإقرار والأعمال بناء على انتفاء الأعمال يجب الكفر. شنك بو جوابي أو ابتداي وذلك أو كز دبت الجواب أو قصش لبرو شنو مناس منين ك أو كبر معتزلية بو كارتكاب كبير كدو اعتقادي باستحقاق ناريه حتى برا اعتقادي استحقاق ناري هي وليو اعتقاده مستلزم يأزنيا شن ذكري أميدي هي ببوي كدواته ويب أو زاد دلي اعتقادي هي بعدم إيماني خوي أوج الناس المينين يجيب الكفر به ونيا وأن اعتقاد عدم إيمانه تاكا لا نسلم يجيب الكفر بو مجيب كفرني اعتقادك يخوي شنك اعتقادك خوي غلطة أو دلاء أو إيمان كامل مني أو إيمانك تصديق إقرار وعمل أو مني أو ببي أوي ببي أوي كإيمان أو سيشتاني معتقدة كإيمانيني خارج لبيوابوني خوي تاكا أوني اعتقادك هي بمسلمان دزاندري منظور معتقد بوني خوي بكفري خوي بنا لسر او يهرسك كاني ويغرات يدانين ناب تباعيسي كفري نفس الامري باب بتباعيسي كفري بعقيده خوشي بلا. وان اعتقاد عدم ايمانه ايمان نبوني كمفسر بلايوان وبمجموع تصديق واقرار اعمال بنا لسر او جاوي اعتقاد شي بويا هيا او متعلقه باعتقاده أو اعتقاد عدم إيمان شبوية بناء على انتفاء الأعمال
لا نسلم أو يوجب الكفر. بلى هذا. هذا والجمع بين قولهم لا يكفر أحد من أهل القبلة وقولهم يكفر من قال بخلق القرآن أو استحالة الرؤية أو سب الشيخين أو سب الشيخين شيخين قال بخلق القرآن أو سب الشيخين أو لعنهما. وقولهم لا والجمع بين قولهم وقولهم شاك قولهم أو وأمثال ذلك مشكل. للا يشي أهل السنة دلن أما تكفير أهل قبلة ناكين. للا يشي دلن هركز شاك هركز معتقد بخلق القرآن معتقد بمحاربوني رؤية ومعقدي معتزلانا سبي شيخين بكا أو جي شيعانا شاك لعنهم بكا أو وأمثال ذلك أو كافر دبي للا يجد الله تكفير أهل قبلة ناكين. للا يجد الله أوانا بكا كافر دبي أوانا جمع أهل قبلة ديكن يا معتزلة ديكا يا شيعة ديكا زاد الله جمع بيني أو دو قولانا مشكلة ساكا مشكلة بنيا ورفع الإشكال بوجوهين أو بخو جابينا دعوتوا بلا هذا أو جوابي أو مدايا وا ونيا أو قيل قلنا إيه بلا بياو راسية بلا باشا جمع بيني أو دو قولانا مشكلة مشكلة معناها وني قابل جمعنين بلا تاكا يعني مشكلة ابتداء مشكلة أقدي قتلنا كيودنا قابل الرفع هاي إشكالك بلا تاكا تكفير أهل قبلنا كين تاكا مشروط بوي ما دام كفري لي نبيني ما لم نرى منه مكفرا أو تكفير أهل قبلنا كين أجا مكفري لي نبيني سب شيخين مكفرة أو لي ما عندي وكافر دبي منزل لا نكفر أحدا من أهل القبلة مقيدا تاكا أو بفرزي أوي كبلين أو أنا كفر تاكا أو أنا كفر دكوا قوليا بكفري أو أنا كردوا دلن هكذا قائد بخلق جاكوا قوليا بكردوا أهل السنة والجماعة بلن هكذا قائد بخلق القرآن كافر دبي بلا كوكتو أنا هكذا قائد بخلق القرآن بكافر دبي كوكتو أنا هكذا استحالة رؤيتك يا سب شيخين يا لو أنا يسب شيخين أما أوان دي كوكو أهل سنة تكفيري أناك تكفيري شاب كان أو شتا موردي وفردي عامي أهل السنة قائل بخلق القرآن والمعتزلة بمعتزلة تكفير نكدوا أو كمعتقد باستحالة الرؤية تكفيري أناكدوا لبرز يسب شيخين بعيدنيا تنكا وك تواتر رواية صحابي بوني وان وإيماني وان أويش كذلا تكفيري أهل قبلنا كريني ما دام مكفري لنبينين أو رفع إشكالك خلاص أو رفع إشكال بوي إذ أهل قبلي إيش تكفير لنا ناكين ما دام مكفري لنبينين أقا مكفر ما لي دي ديتمان أو سبي شيخين دكا ديتمان أو لعني عندك تاكا أو وعني كذاكين أو أختي أو مكفر مالي قلنا بلى قلنا يقال هذا مذهب الأشعري وبعض تابعيه أحدي الجواب كان ويا أن عدم التكفير مذهب الشيخ الأشعري وأتباعه من علماء الكلام تاكا وهو المروي في الملتقى عن الإمام الأعظم تكفير نكدن تكفير مذهبي فقهايا فلا إشكال لعدم اتحاد القائل قائل كان يبنين نابت النقيل قوي تناقض قوي ثاني لجواب كان أوي أدلة قطعية لكتاب السنة وإجماع السلف دلالة لكال سروي قرآن كلام الله والرؤية واقعة والشيخين رضي الله عنهما تاكا وأن للشيخين شرفا عظيما
فمن أنكر أمثال ذلك فلا تصديق له. تصديقين كواب بآل قبلة حسابنا كل منزول لآل قبلة أو تصديقها به أوش جوابك ثالثي جواب منزول لأهل قبلة بونا ويا صاحبي تصديق به وقبلة بونا كي نشاني تصديق به نكهر أهل قبلة مشريك يجرون لقبلة كابلين وتكفير ناكي. ثالث أوي أن التكفير تهديد وتغليز وليس محمولا على أذهان. المهم أهل السنة الجماعات بعام بأكثرية كان معتزلي تكفير ناكل شيعة وقع عام تكفير ناكل إدي وكو موردي خاص بلك سير معتقد بحدث بزناي حضرتي عائشة بكافر دلو الشيخين جلوانه لعنه فلان وأوان والله أعلم باتوجهن بدلائل زوره وأوانا نوانه كافر ولما حكمنا كين بويها مشيعي عقيدي وايا أما شو زاني حتى المقدور بهانان يوتو بوي خلق تكفيرنا كده شو كفر مربوطة بدروني إنساني فهو أقاي لدروني خلقي جنيو بعض اشتيا كي أو ظواهيران الدلال دكان لسر نبوني أو اشتيو يا أجا أوشتهج به توجيه كان مقبول مين توجيه ناكري لعني شيخي وكو بعض اختلافاتي شيني قابل توجيه بدي تحاول نفر بفسقة وزمان سبي شيخين الصحابة بعام ذا فرمي ديرج ده هذا وهذا لك وهذا فرمي العقيدة تحيوا به بلا أنا كفى عن ذكر الصحابة إلا بخير هذا فرمتي ستكرا عمك يتي توزي كده نرى أم جارة فرمي كسي اشتيان باك فسق والنام نسي وعيسيان الله يجا بلا خمج بلا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن أو تعريف تمجيدي بواضح لي ورد جيدي هل أول يبغى في غنبر دوام صلى الله عليه وسلم تعريف رفيقك لي ورد جيدي صاحبيتي لي ورد جيدي أو جاء أو جار جدال وإجماع صحابه لسر أول برح عشتي جتستونا نعنيان ويا حتى تخطئيان دا أمري خلافة وأوانا دا هو دا الله مشكلوني ساك أبو خرف عيش كان وتصديق الكاهن بما يخبر به عن الغيب كفر تصديق كاهني بوشتيك خبر لغيب دا فيه ما ورد فكرني كفره لقوله صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم جاء تصديق كاهني كفر به السبب الشيخين كم كفرني أولا بر أحديثي فرميتي وحديث هذا كذا قايلين أما شيخين فضيلة شيخين مو كذا قايلين شي سيان بو مساس كدوه ملاهنا بخوان چه شکایت کرد بابو ما میده کن. ما هر مشکل کسی حل کرد بابی نصیبه. بله. کفرم. قرآن فرقی او کاهن که بما یخبر به عن الغیب غم انسانی تاکه هیدی ونی خوربان. اجازه ما.
أبري ولي جدايا وهو جدايا بس ولي كذون بلا. والكاهن هو الذي يخبر عن الكوائن في مستقبل الزمان ويدعي معرفة الأسرار ومتالعة علم الغيب. وكان في الكاهن كسيك خبر لا كائنات أو يديت بيجد مستقبل زمان دادا ويدعي معرفة أسرار شيء كخلق نايزاني دكا ويدعي أو يدكا كإشرافي بسر علم غيب داها يوم أوانا. وكان في العربي كهنة يدعون معرفة الأسرار، فمنهم من كان يزعم أن له ربا من الجن وتاب رئيا من الجن رئيا من الجن وتابعا يتابعة تابعة أو بزانة تابعنا وتابعة تابعة تلقي إليه الأخبار رئيا بمعنى معينة رئي و رئيا رئي رئيا رئيا بلى رشوتيتي على فعل أي مس على فعل فعل فعيلين فعيلين في وعيولام رئيا نسيتي على وزن فعيلين أي مرئيا فعلين على فعيلين فعل فعل فعيل فعيل وربت الرئي رئيا على وزن فعيل أي مرئيا ومخبرا وجاسوسا يرى فيحب يقال به رئي من الجن أي مس رئي قوم تابعة نشتيد غلا ليش بلا كده عربة ذاك هنية كابون جم إكاهينة إدعاء معرفة إسرار عندك بعض كان مدعيب كرئي كان هي جني كان دقالة كده يبينن وتابعي كان هي تابعي بوي بدلاً شون دقاليتي وش هالمنظور جيني جيني شكا دقاليتي تلقي إليه الأخبار أخباري بدلاً. ومنهم من كان يدعي أنه يصدق الأمور بفهم أعطيه عندي كان فيان وابو درشي أمور دا كان بفهم شكا دراوانتي. والمنجم إذا ادعى العلم بالحوادث الآتية فهو مثل الكاهني منجم جك ادعاء علم بحوادث كايجوك كاهني وايا ادعاء يقين يبكى نك ادعاء ظن لروي قرائن را وقيدناك تاكا سعدين وتا لروي اقا ادعاء علم بحوادث يعني ظني وقوع حوادث بكا لرويش امارات ونابت وكويلينايا هو منجم قديم منزولا بلا تاكا منجم قديم وتوازيان منجم قديم نوع كاركان غير علمي وقوه كاهنا نواب لروي فلان أسلحة حاطه فلان جيقايا وقحاد فلان جيقايا أو حادثة رودة دا أول منجمي قريا بلا. وبالجملة العلم بالغيب أمر تفرد به الله سبحانه وتعالى لا سبيل إليه للعباد إلا بإعلام منه وإلهام بطريق المعجزة أو الكرامة أو إرشاد إلى الاستدلال بالأمارات فيما يمكن ذلك فيه. خلاصة كلام علم بغيب كاري خلشينيا كاهن بكايا فلان بكا كفر علم بغيب أمرك مخصوص خداي تعالى رقايا قنيبو ونيا بو عباد كبيزان إلا بإعلام راقيان دن لجانب الله تعالى وإلهام يوي النبي إلهام بطريق معجزة بو بيغمبران يا كرامت بو أوليايان يا إرشادي إلى الاستدلال بأمارات وكود تنجيم أورودا لروي على إمرا دوش تيدا كذكري أمارات تيدا دخيل بي باران دباريس بيني مثلا يا صاف دبي يا فلان دبي يا بايدي. ولهذا ذكر ذكر في الفتاوى أن قول القائل عند رؤية هالة القمر ساك يكون مطر مدعيا علم الغيب ساك
لا بعلامة كفر. ولهذا لبر أويك رقا ني إلا بوشتان النبي يشيق لوشتانا إرشادي إلى استدلال بالأمارات بو رقاي دي كيني بو يدفع تاوايا داكترا وكابرا وقت رؤيتي هالي مانجي ملص بين باران دباري باران دباري لو جهتي راكا غيب يدزاني يعني مدعي علمي غيب بنقل روي على مدرا كافر دبي كفر نقول وين كفر قول الكفر تاكا خبري إي أنك يعني. كفر أن قول فلان كفر تمام خبري أنك يا برام مزري ما سبق لك كفر وفعل من هيك أن قول القائل عند فلان كفر أوي منظور به أو قول مكفرة جاوبوا شيا تاني ذكر في الفتاوى أن قول القائل سواء كفر نا اشتباه يعرف ذلك الكفر جنيا يعني هو قوله كفر هل ما أصلا بس شيء هل بخرماني ما جدلا قسم بو مانغي خرماني داوا أمن ميليتون بكزن داوا وراني النبي سوا خرمانا بيدلا هالا خرمانا أو نورا ضعيف تريا كوكو وكو غبارو أو لدوري مانجيا وكو هلمو غباريكا بيدلا خرمانا أجا خرمانا داني مانجي نشاني بارانيا علامته أجل روي علامة رابلا قيدناكا جاء پیغمبر صلى الله عليه وسلم كده فرمي تصديقه كي كفرا هر اويا يعني كسي چي كا بلا تصديقه كي ما صاب فعلي كي كفرا يعني كافر دوي فعلي كافرا نيدنا كافر نابي جاء كاما چونك اوكشي ويدي چي اويدي كبتم ما دام اعتقادي بخداي وما تصديقي دكا جاء حمل لك لتسر عذر بجهل وكزوش تانيكا لإسلام يجدع هنو كابراء من شدي شيتي يا مدعي خلافي أو يا كافر نابي أول لو شتان أجغلك أن لو شتان أنيك مشهور بيو همو مسلمان بظنو كعذر بجهل تدا مقبول نابي بويا للم جا كابراء تصديقي كاهين يبكى كافر ببيو بس بي شيخين بولا طريقة وكافر لدي. والمعدوم ليس بشيء تاكا إن أريد بالشيء الثابت المتحقق على ما ذهب إليه المحققون من أن الشيئية ترادف الوجود والثبوت والعدم يرادف النفي فهذا حكم ضروري لم ينازع فيه إلا المعتزلة القائلون بأن المعدوم الممكن ثابت في الخارج معدوم ممكن ساكا ثابتة لخارجة ها معدوم ممكن أن في متحققة شندلا معدوم تحقق أو يبتاني خبري دباري دابدي تحقق أيش خبري دباري دادري بس متحققون وإن أريد أن المعدوم لا يسمى شيء معدوم ليس بشيء أجر منزوري أو بيا كز نزاع تيدانية كليس بشيء إلا معتزيل نبيه ونيا بلا. إلا معتزيل نبيه دي أو وإن أريد أن المعدوم لا يسمى شيئا شيء فينالا فهو بحث لغوي مبني على فلان أو فالمرجع إلى من دي جاوسيا أو الشك ترديدي بوسيا والمعدوم ليس بشيء دي وعق بالخلاف معتزلة الدلي إن أريد هر أو أريد أولي منزورة ك ونيا شيء بسابيتي متحقق دلن ونيا والشيئية مرادفة دقل وجود وثبوت عدم مرادفة دقل نفي أو حكم الضروري يعني لبر ضروري بون يندبو بيلا دي جاتبو
ضروريش بيب چونك برخلاف معتزلة نكتويتي منظور لواي بيويز ناكاب نكي شتيشي وانية كنيازي بتوزيع بيه تاك لم ينازع فيه إلا المعتزلة جاهرة واندبصة كمعتزلة منازعيان تيداها يا ايش ديو درد ديوان دابيلا كزروري شاء زروري بو غير معتزلي زروري بو كسيكا شيئيتي بمعنى ثبوتو تحقق معنى دكاتوا اگر منظوري شي لو معدوم لغه بينال شيئ او بحثي شي لغوي تكاري عقائده دا لو بسيطا ديو بلا ندا باو كلمه بلا والمعدوم ليس بشيء أجر منظوري بيان حكمك يشتيك ضرورية ولم ينازع فيه أحد إلا معتزلا نبي وبيويز نبوك وإن أريد معدوم شيء بسرد إطلاق ناكري نك شيء نيا تاك لا يسمى شيئا أو بحثك لغوي مبنية لسروي كتو شيء شون تفسيدك أيوة شيء أنه الموجود أو المعدوم أو ما يصح أنه الموجود أو المعدوم شيء أنه الموجود دي دابزان أول شيء أكتب به ما أستطيع أنه الشيء أقر منظوري لوياك معدوم بينا كتري لا يسمى شيئا أخا معدوم ليس بشيء يعني تاكا ونيا أقر منظوري لويا منظوري بالشيء الثابت المتحقق هو منظوري لويا المعدوم ليس بثابت متحقق منظوري للشيء ثابت متحقق كمذهب محققين أو كشيئية ثبوت تحقق تاكا أو حكم شيء ضروري لبر ضروري بوني ولبر أو لم ينازع فيه أحد إلا المعتزلة أو كقائل البوي معدوم ممكن ثابتة أو ثابتة تخيل لبر معلوم بون وضروري بون لازم نبو باسبك أجر إج منظوري لوايا كمعدوم بينا كتري الشيء لا المعدوم ليس بشيء يعني لا يسمى شيئا أو بستجيب ويدا وان بموضوعي كي لغوي ومبني لسروي كأتو الشيء إيشون تفسيرك وشيء بشي دلن شيء بوجودي دلن كوقسي أشعريانا شيء بمعلومي دلن ما يعلمو لقسي جاحزي يا شيء بشتيكي دلن كده شأني داها بي يعلم ويخبر عنه أو معلومة معلومي بالفعل أو إلي كمعلومي بالقوة يصح أن يعلم ويخبر عنه أو فالمرجع إلى النقل وتتبع موارد الاستعمال جاكي إيرانيا من جل لا يسمى شيئا وليس بشيء ليس بشيء يعني شيء بوت اصطلاح وما بو شيء متحقق وقد رأي فلانش تشدنيا شدنيا يعني متحققنيا أوام ليس بشيء دكريو معناه هبه دكريش بلاي ليس بشيء يعني لا يسمى بشيء ويو همزي أوام حسيتي لغوية داخوا يسمى يا لا يسمى أول شو أنا؟ معلومة كدوية معلوم؟ بلى المعلومة زور مباركة اعتراضي لنا قلت وكس لو مصنفي أسأل أو إن أريد أو إن أريد بحر أبادي نقلت الله وصلاة بحر أبادي بلى أبي أوله أقدر ضرورية جازور بحسي وهاي دنيا وأهل السنة دا ضرورية ويعني أوان اعتراف أن فيه هي ولكن وان مسلمة ومعتزلة في قائلني زور مسائلي وهاي هي سلفان بورد معتزلة كتويتي هو جزء أوانه چون که وقتی مسائلی شدینی هندی چند عقیدتی هندی چند
فقهين فقهين ها منظور ما لو يا نظري أهل سنة الجماعة ده مورد يا بيان دي وجهك لو بيان أنا يا اعتراض كي وان بجيني ملا سعدي ما صار معدوم شيء بيام شيء نبي شيء لسه مترتب هذا وخلافه قيدين يا شيء لسه مترتب نبي لسه ليش مترتب نبي ولي عقيدة أهل سنة الجماعة أشاعرة لسه ويا شاك كمعدوم شيء نيو شاك جاسي لسه مترتب ببي يا نبي كلا سري شيء مترتب نبي أي شون دزي خوي يا خو ما خند لا بس سر شيء بني اسمه ترتيب بيبي وما زود دليل وبالغتي اللي سر أوي كمعدوم شيء نيو من يا بنا طبعا تفتزني بفرمك أو قيدة إضافية أخوان جان نا دلا ندب باب كتباي أرهرت نيت أني كتبا أي جواب كشي هو كان دلا إن أريد أو ضروري وقتني ندب أجا أريد معناه دوم بعض شيء لغة هو إيرا نابيا اما اش دلين اريدي اول منظوره ولا برا وخلاف معتزله نبو يكتويتي اي بلا كوسي شرف فيك شاكا ماتي وصدقتهم اي صدقه الاحياء وصدقتهم عنهم صدقي احياء لبريوان عنهم اي عن الاموات دعاء الاحياء للاموال وصدقتهم معلومه هي مكبو احياء كيد زيتو عنهم كشبو اموات زيتو معلومه يقو مردوك دعاء أبو أحياء كيناكا نفع لهم أي للأموات نفع تدا خلافا للمعتزلة تمسكا دلن دعاء معاوشتي وبكارنا تمسكا بأن القضاء لا يتبدل قضاي الله تعالى تغيير ناكا تاكا وكل نفس مرهونة بما كسبت والمرء مجزي بعمله لا بعمل غيره دليلا بوانا هنا وتوا دليل أمش دليل ما نيا كرد دليل رد وان رد كلمة لنا ما ورد في الأحاديث الصحاح من الدعاء للأموات خصوصا في صلاة الجنازة تاكا أحاديث صحيح ونيا ما ورد دا أحاديث حدا كدعاء كبن أبو أموات مخصوصا دا صلاة الجنازة وأو جاركانية توارثه السلف سلف أو دعايان ونيا توارثه ليكتر بإرز قلتوه يعني لو زشتقاني إسلام رأوا مسألة هرهب وهن إجماعي لسرع فلو لم يكن للأموات نفع فيه تاك لم يكن للأموات نفع فيه دعاء دا لما كان له معنى بلا تاك بالدعاء كردن كذا حديث دا وارد بو سلف في أنجامي دا وعملا وان يقند بوه معناه جينا له وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من ميت تاك تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه هذا جملة يقول أحاديثا أولا كبيغمبر صلى الله عليه وسلم دفرني هر مدوية جماعة يقول مسلمان أن يجي لسد كان بقنا السطان هميا شفاعتي بوبكن تاكا شفاعتي أن يقول ذكر الدرحب بل شفاعتك دعاء بوكر بنا ونيا أخرجه بلفظ مسلم في الجنائز بامر تمام بلى أخرجه مسلم بلفظ شيء أخر الحديث أخرجه بلى أخرجه بلفظ مسلم شيء رواه مسلم تاكا أو حاشي بن وار بلى وعن سعد بن عبادة أنه صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أنه سعد قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم روايات كلاه لسعد كسعد بك غبري عرس كسر صلى الله عليه وسلم إن أم سعد ماتت فأي الصدقة أفضل شاكا دايك مردوا تصدقة باش تربوي بكم فقال الماء ونيا طلع أو إي بيش الدعاء وش صدقك يا بلى فرمي الماء ماء أفضل بو أوقت ماء أفضل بو فحفر بئرا وقال هذه لأم سعد وقفي كرت بلى هذه بلى لأم سعد وقف أو بلى بلى لم إثبات صدقهم لو بو أوكاتش أفضل صدقها هدوكي لوردكي أي شيء بلى جاء منظوري إثباتي أفضليتك ندير ذا
هل منزول لك نفعها. وقال صلى الله عليه وسلم الدعاء يرد البلاء والصدقة تطفئ غضب الرب. وقال صلى الله عليه وسلم تاكا صدقة غضب خدي تعالى دادا مرشيني. وقال صلى الله عليه وسلم إن العالم والمتعلم إذا مر على قرية فإن الله تعالى يرفع العذاب عن مقبرة تلك القرية 40 يوما. تاكا لا أصلا دلسيتي فرميتي لا أصل له. والأحاديث والآثار في هذا الباب أكثر من أن تحصى. فقد بإثبات إخو من جوابي وين داوتا ورد قصكي وين داوتا رد كجمش معلومة دل قضاء لا يتبدل وتبدل قزانيا. تاك أوش هل دنيا قضاء دا مكتوب أوش هل بشيك لقضايا كخلق دعاي بوكا. أو جار كل نفس مرهونة بما كسبت تاك كل امرئ بما كسب رهينه. وقرآن يعني مرهوني كسب خويتي أو يعني أوي وق 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 أصل حسابي لسر ذكريه أبيك فلا كذكري خدا دا حقي دانك كدعاء غيري وقبول دك أوي بإخوي حساب عملي خويتي أبيك فضلي خدايك قبولي لك. تأويل ينهي أوانا يا المرء مجزي بأعماله إن خيرا فخير يا وإن شرا فشر. يعني أجر خداي تعالى سفي نزري لنكا تاكا أجر خدا دعاي خلشي يفريانا خا مشروطي مقيد إنه بقبي جلائلي لكا ولا فرمت أو بشاك ردي قرانية شنك تشفر مخبانا وكيف عبارة أو دعاي كبودكا ويا صدقي بودكا أو الجزء قضايكا يا وتبديل قزانيا شو زاني قزاياك شو أنا قزاياك أوشي دقلا. والله تعالى يجيب الدعوات ويقضي الحاجات لقوله تعالى ادعوني أستجب لكم ولقوله صلى الله عليه وسلم يستجاب للعبد ما لم يدعو بإسم أو قطيعة الرحم شاكا ما لم يستعجل. استجابة عبد ذكري يعني عبد دعائي لقبول ذكري إن شاء الله ما دام دعائي بشي قناهنك يا دعائي بقطيعي رحمنك يعني دعائي شنك كمتلميني قطيعي رحم به قطعي رحم شاكا بشرتي شي عجلينك ما لم يستعجل. دلا كابرا كتي توشي يشيشيبو كتي شوشتی چی؟ بله کتی یاری خدا چند را دوسته لسر پیوی کتی والا چل سالا کتی والا چل سال دوره باب سوشتی چی دزیو هر دزیو بر بولا قیش که کتی مارد بقره نجیری تو بو کتی چل سال را دوسته لسر پیوی خو هر لحظه ایشم لسر را نوسته کتی و دا خواه چل سالاوی پیشت کرد و ای او وقتی ای او ادمه بلى. ولقوله صلى الله عليه وسلم إن ربكم حيي يعني بحيايا بلى كريم كريمة كريمة يعني 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 صاحبي عطاو بخششو ويجيش كرم خلاف إلى آمته صح كل ما جاء فرمت حيي حيي يعني بحيا يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما. بطالب ينجرته واعلم أن العمدة في ذلك صدق النية وخلوص الطوية وحضور القلب. أويك عمدية دا دا استجابي دعوة دا يعني مهمة ودبي حسابي لسر بكرية صدق نيته خلوص درونا حضور قلب دعايا كيدا شكا في غمر صلى الله عليه وسلم بفرمية ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة يقينها بنكشك ترديدها به. واعلموا أن الله تعالى لا يستجيب الدعاء من قلب غافل لاهن أو
شرط كيدي كيا غافل الله بي يعني حزورنا به بلا ونيا صدق نية وخلص طبيعك ومقينك أويدا جيني أويدا عيدا جيني واختلف المشايخ في أنه هل يجوز أن يقال يستجاب دعاء الكافر مشايخ اختلاف يعني يدوي داد جائزة بكتير دعاء كافر استجابة ذكريه فمنعه الجمهور لقوله تعالى وما دعاء الكافرين إلا في الضلال دعاء كافران بخوراي دسيا تاكا ولأنه لا يدعو الله أو جال لبر أوش كافر نفس الأمر دعاء خديناك لأنه لا يعرفه بلى شنكا دعاء كردن فرعي معرفة معرفة كين يهتا دعاء كيبكا بلى بيشيكا أو دعاء لخديناك لأيشينا الناس راودكا بلى لا يدعو الله لأنه لا يعرفه لأنه وإن أقر به فلما وصفه بما لا يليق به فقد نقض إقراره إقرارك إخوي نقص كردوته بلى وما روي في الحديث من أن دعوة المظلوم وإن كان كافرا تستجاب محمول على كفران النعمة تاكا أو حديث أشكر رواية كراوة كدعوة مظلوم ولو مظلومك كافر جبه مستجاب دبه تاكا أو محمول بوصل كفران نعمة يعني وإن كان كفران نعمة وكان كافر به وجوزه بعضهم بعض التجويز أوان كدو كبكتري استجابة بويش هيا ونيا لقوله تعالى حكاية عن إبليس لعنه الله ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين فمن مولا تنبدأ ممكو جهتا وكو دوايا هتا روج كامتي خداي تعالى لقبول كدو فمن إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم وهذه استجاب إجابة ونيا إجابة استجابة هريجة كمعناك شاكا بلا هو إجابة وإليه ذهب أبو القاسم الحكيم وأبو نصر الدبوسي شاكا إلى ذلك ذهب أبو القاسم الحكيم أبو نصر الدبوسي وقال الصدر الشهيد وبه يفتى صدر الشهيد كتويتي فتوى بويد أدري شاكا كقبول ذكري ونيا وكابريا ريحة نفيبوا برسيجا كي قربان جاء ملا سعد بلا حنفيني وحنفيان يجلس يدو كتير بيدا قربان لا عندي كتبا من هديتو مدلان حنفية أنا وادر والله من نصيبه شو من الجيجي بما هر حشم نقلم كردو الجيجي دي والشرعيات الأصلية والفرعية قد يخطئ وقد يصيب مستهيد عقليات دا وده شرعيات أصلية يعني عقيدتي وما أخبر قرآن الصفحة أها وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة ساكا ما أخبر به النبي من علائم ساعات أخبر به النبي من أشراط الساعة من خروج الدجال ودابة الأرض ويأجوج يعني خروج يأجوج وماجوج ونزول عيسى عليه السلام من السماء وطلوع الشمس من مغربها فهو حق لأنها أمور ممكنة أخبر بها الصادق بلا. هر شيء صغرى كبيرك شيء مطوية هر شيء ممكن به أخبر به الصادق بحق وش حق بلا. وقال حذيفة بن أسيد الغفاري بلا بكسر المعجمتي اطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر في غبر صلى الله عليه وسلم يمان وجود كود أمقص ما ذكر تاكا بحث ما ذكر يعني باسي ساعتي ما ذكر قفتو قو ما ذكر بلا فقال وما تذكرون باسي تلكن تدلن تاكا قالوا نذكر الساعة باسي قيامتي ذكين قال إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات فرمي قيامت بربانابية أتاوكوا 10 آيات عند بيجدا نبينا لتزمني 10 آيات كان فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وسلاسة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العربي بلى. وآخر ذلك نار تخرج من اليمن
تطرد الناس إلى محشرهم. بلى تاكا باسي دخاني كر باسي دجالي كر دابة الأرض كر طلوع الشمس إلى المغرب نزول حضرت عيسى خروجي يأجوج ومأجوج أو بقريني نزولك خروجك يعزو كردنا نزولي بوي مزوني ويأجوج ومأجوج يعني ذكر يأجوج ومأجوج وخروجي وان ذكر باسي سي خسوفاني كر خس مانك جيران ها جهان مانك جيرانا خسوف مانك جيرانا ها خسوف مانك جيرانا خسوف شمسا خسوف شمسا خسوف مانك جيرانا يقل مشرقي يقل مغربي يقل جزيرة العربية آخر دايا كان باسي ناري شكر كلا لا يمني را فيداد بيو خلطي رادة دا بولاي محشره وجنام خصفة مزولي روشوني روشوني أزي بلاي بري والله عبيدي كخصوفة خصف وانيكا روشونا با ها خصوفة أخوالينا خصوفة أو خصوفة خصوفة نك خصف خصفة كاوية كمالا محمد درا خصوف الجمع خصفنا كمالا نعم السرع أو لو روشوني عزي منزولة بلا بلى إن الدخان دخان يأخذ بأنفاس الكفار ويأخذ المؤمن مؤمن منه كهيئة الزكام وأنه لم يأتي بعده وإنما يكون قريبا وقد سبق في فلان بلى رواه فلان وأما الدابة فهي المذكورة في قوله تعالى وإذا وقع بلى من صدع في الصفا وآخر ذلك النار تخرج تطرد الناس وفي رواية نار تخرج من قعرة عدن هكذا هو في الأصول قعرة بالهاء والقاف قعرة مضمومة ومعناه من أقصى قعر أرض عدن وعدن مدينة معروفة قال سميت عدنا من العدون وهي الإقامة لأن تبعا كان يحبس فيها أصحاب الجرائم وهذه النار الخارجة من قعر عدن واليمن هي الحاشرة للناس كما صرح به في الحديث أرجب روح الشدوى قال أري خصف كمان بوتا ما عشان نكل خصف كمان لبيك شو بقى روشوني ألزي خصف بالمغربي بيك في دلان خصوف ما قيلة والأحاديث الصحاح في الأسرات كثيرة جدا وقد روي أحاديث وآثار في تفاصيلها وكيفيتها شاكا أحاديث راجع أحاديث آثار بوي دلان لا صحابه تابعين راجع بتفاصيل أسرات كان كيف يتكان فليطلب من كتب التفسير والسير والتواريخ والمجتهد ذري ماوى نجاكي بكين دواء التواريخين إن شاء الله.